اوكي الالاين. اذا انا جيت على الاوبجكت تبعي وحكيت اني مثلا هذا الوول بدي اياه يصير افقي وموازي لهذا الوول، اوكي الالاين. اذا انا جيت على الاوبجكت تبعي وحكيت اني مثلا هذا الوول بدي اياه يصير افقي وموازي لهذا الوول، والادج العاليه من هاي الجهه تصير بموازاه هذه الجهه، او بدي الوول يصير بموازاه هذا الريفرنس بلين اللي انا هلا رسمته على السكرين. لو جيت انا اخذت الاين بكبس على الخط الثابت اللي انا بدي اياه يضل مكانه، فانا كبست هون هيك ثبت لي انه هذا الاكسس اللي راح يصير اي اليمنت تاني انت بتكبس على الادج تبعه، الادج تبعه راح تصير موازاه هذا الاليمنت. فلو كبست هلا على الوول تبعي اعمل له الاين على الريفرنس بلين الموجود. On the other hand اذا بعمل كليك على هذا الريفرنس بلين وباخذ الادج الصغيره هاي تبع الجدار، في هاي الحاله الجدار راح يصير عمودي على الريفرنس بلين، لانه راح ياخذ هاي الادج الصغيره وهي اللي تصير بموازاه الريفرنس بلين. يس تمام. سو هاي هي عمليه الالاين. عندي ابيليتي احكي له مالتيبل الاينمنتس، يعني ان كيس انا كل هدول بدي اعملهم الاين باجي بحكي له مالتيبل الاين. بكبس هون بحكي له هذا الخط سوي لي اياه بموازاته، هذا الخط بموازاته، اند سو اون لحتى اخلص العمليه.